اسمه يشرف ارضعه على طول الحياة ولعاطف لابت انت رادح يا ظل حروب كم عقيد نازم جرح ما حصل دواء من هجوز الشاعر اللي على عند
مرحبا 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 Oh,
الشعب العريس طاف النساء بالطول نزلت عليكم أسمى آيات الترحيل ومرحبا تردف مرحبا ومرحبا إعداد الرمال وعدد دورات الجبال ومرحبا بكل باسمه مرحبا بكل من جاء من بعيد ومن قريب ليحضر هذه المناسبة في هذه الليلة السعيدة أفرد صدور لحضوركم وخير ما نبدأ به آيات من الجمع الكريم آيات من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعكم الذالب نجد الخليلي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله صدق الله العظيم اما الان كلمه صاحب الحفل يلقيها بالنيابه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالحدود وأحبك حقا مرحبا بالعالي مرحبا بالرهيب ومرحبا بالجار ومرحبا بالخوي مرحبا بكم كلكم جميع الله يحييكم تحايا المضى والصلاة والسلام على رسول الله أما الآن مع الشاعر الآن في السطور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم كل خير ورحبوا باسم سالم الله في الوعدة مرحبا بالجميع من بعيد ومن قريب أقول مرحبا باللي حضر من قريب ومن بعيد أرحبوا يا ضيوفنا عند همال المطار أرحبوا وحضوركم عندنا ذي العيد أرحبوا مليون يا أهل الحمية والسطى أقول يا سلام الله سلامنا يا سلام الله سلام وتحية عندنا الشريعة الخامسة لنا وسلامتكم جميعا صح وسلم أما الآن مع الشاعر محمد بن حسين آل سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير جميعا أول شيء مرحبا بالجميع وأقول لك وفي محل آل محمد مرحبا ومسهلا حداد الحياة والله يحييكم المشاركة شايلها اخوي المنشد السلطان محمد بن سلطان ال سعد وبسمعكم اياه تسمعوا له بالشغل اقول من هجوس الشاعر اللي على الماقف طلوب وانحضر في ماقف يشد فيها الانتباه وعليكم زور عند من يدري التضاحين بالصدر والحضور لكن عنده على الفائده عزم وجرى في فرح انه حضور ولا شبه شموم وقف
وين السطوح؟